زميل ليلة العيد تضرب في البلوار أثناء القيام من المقابلة مع العائلة. ضربوا مربوط بلام في وجهه. جاتوا بسبعة غرز. هذا شنو قاعد يسور معناتها يسور معناتها داخل السجن وداخل. ثم بالنسبة للسلفيين باللحية نتاعهم يدوروا عادي ما عندناش الحق باش نقولوا لهم حاجة. جاء الوزير وتكفل بالحكاية ونورمال عندهم الحق قال ما يسالش. أما بالنسبة للاعتداء من عنف على زميل بلام يحلوا وجهه حلوا سبع غرز في عينه مش معقول. إنسان حتى عمره خمسة أشهر خدمة مش قديم حتى أغراض شخصية ما عندوش مازال أخر مش معقول. هكايا واحد ماشي يخدم يروح لداره مضروب من شكون من مربوط مصر في وسط الحبس. وقفتنا نحن باش نطالبوا فصل عدد أربعة. ما عندنا حتى شيء آخر، لا طلبات اجتماعية لا طلبات مادية. فصل عدد الأرض عون أمن ولا يخدم في دار في مركز ولا في منطقة عبارة يخدم في على حدود مع عدو. كل مرة يستنى باش يزموا عليه بسكينة، يزموا عليه بساطور، يزموا عليه فصل عدد أربعة يحمينا نحن ويحمي ولادنا زاد ويحمي زملائنا الكل. ما أنا طالبين حتى شيء. أخي أنا مش حامي روحي باش نحميك أنت كمواطن. أنا مش حامي روحي. ولا واحد يدخل الحبس يتشد موقوف، متحبس يدخل وخرجوا بسكينة. ما تم حتى فصل وقع الاعتداء عليهم البوليسية نهار دوار هيشر ثلاثة عوان أمن وقبلها اللي تضرب ضربوا بساطور. تعرف معناها واحد يضرب ساطور في راسه الجمجمة نتاعو تكسرت تو دخل في غيبوبة. حتى واحدة منظمة ما جات تكلمت عليه الشخص هذا ما عايدوش. حتى منظمة ما تكلمت عليه لا سيام بالصدرين ولا نصراوي ولا كلي يتعين داعي برواحهم أو منظمات حقوقية أو يضربوا في مليون من الدولة هذوك مع الحقوق الإنسان ما رينا منهم عاد شيء. قديش من إصابة وقعت من الأشهر الأخرى هذوما؟ يا بنتي ناس تعرف نقول لك حاجة كي موتوا لنا 100 واحد تو يوليو يرجعوا لعاونا. نحن ناس موتة 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 حتى مش موتة بالواحد موتة بالخوف مش قاعدين يخدم مش قاعد باش يطبق قانون مش قاعد يخدم. تكلمت مع وزارة الداخلية شنو كان ردها؟ عندنا يمكن 18 مرة عملنا وقفات احتجاجية باش تحمينا وزارة الداخلية. عندنا فصل قانوني يحمي المعاون أمن كما يحمي المواطن كما يحمي المجرم كما يحمي الضحية. علاش ما تفعلش القانون هذا لحد الآن؟ والله يا ليه يلزمنا نسأل ونحن مجلس تأسيسي نسأل الرئيس الحكومة نسأل الوزير نتاعنا زيادة يلزمنا نسألوا الوزير. علاش ما تدخلنا؟ علاش ما كتبتوناش مراسلة مش بالكلام؟ يا خويا نعملوا تعليمات بالكتيبة نحن. كتيبة تعليمات عطينا موضوع نتاع كتيبة قول طبقوها مش تطلع تقول أنا طبقتوه الفصل عدد أربعة ما قالوش. هو خلكم نورمال ما توا ما تستعملوه إلا ما نقول لكم أنا معناتها تستعملوا ولا ما تستعملوش القانون هذا. لا لا نحن نخدموا في مؤسسة نتاع داخلية كل شيء بالوراق ما عندناش تليفونات بالتعليمات ما ناخذوهاش ما عادش ياخذوها تليفونات بالتعليمات. التعليمات هذيا بالتليفونات بالورقة بالورقة خويا مسؤول كبير يعطينا ورقة نتعمل. عمرها كامل وهي عافسة فينا راضي النصراو عمرها كامل وهي عافسة في الأمن ولهذا تقف فما وما تجيش تعمل حملة انتخابية على كتفنا نحن راه ما نسمحوا لهاش بالشيء هذا لا أكثر ولا أقل. عمرها ما وقفت معانا عمرها كامل عافسة فينا متاكلين ومذمومين متاكلين ومذمومين ولهذا قلت تقف فما وتحط جدار بينا احنا وياه. عندك شكون في العائلة انت هوني شنو لا انا في الأمن وراجلي في الأمن وكلنا في الأمن ايه ما حاجة واحدة نقولها لها ولهذا عايش اختي ما تجيش كما يقولوا فيها تصطاد في الماء العكر. خويا اللي مشى كبش فداء كبش فداء لتطبيق قانون عدد أربعة. أنا ديما نندد وديما نذكر وكل في وقفة كل وقفة أنا إنسانة زملاء ديما نذكر بتفعيل قانون عدد أربعة اللي بيه رجالنا توا في الحبوسات. خويا ينجم يكون راجلي ينجم يكون بابا بوليسية الكل بهاء الدين علوان وين بالضبط وقف يخدم في سكنة وحدات تدخل بيقصر السيف 15 جانفي 2011 خرجوه الناس خرج مع مجموعة زوز يتحكم عليهم 5 سنين غيابي في العاجل وزوز يمشيوا باش يشهدوا إذا بيهم يزوجوا بيهم في السجن مشاو أكبش في داهم لحد الآن عام ونص نستنيه في نقطة الاستفهام علاش وما غادي هذاك علاش أنا ديما نندد باش يفعلوا قانون عدد أربعة وديما نذكر بتفعيل قانون عدد أربعة. Thank you.
باسم الأمنيين الكل. بلغنا صوتنا، بلغنا صوتنا، صوت الإشراف، بلغنا صوتنا للمجتمع والمجتمع المدني اللي رانا اليوم كنا أمنيين في واحدة من أجل المشابات اللي اخترت اعتداءات علينا وعلى عائلاتنا. اليوم بلغنا صوتنا ونتفرقوا توا بالنشيد الوطني. هما الحماة على رواحنا.